قناعين، هو القناع المعروف الأول هو قناع العسل، والقناع الثاني هو القناع الليمون. قبل ما نمد لكم الوصفات تاع القناع، لازم نبداو بتنظيف البشرة قبل كل شيء باش هذاك القناع يعطي لنا أكثر فعالية. دونك واش تقدروا ديروا؟ تطفوا البشرة تاعكم بماء الميسيلير المنظف، ولا تحكموا حبة ليمون حبة قارص تقطعوها أون غونديل وتحكوا بها لو فيزاج وتغسلوا. البشرة الحساسة والبشرة المتفاعلة ما يديروش الليمون لاخاطش شوية حتحرقهم، من البشرة الأخرين راح تساعدهم بزاف. تقدروا ديروا تقشير، نعطيكم بعض التقشيرات على السريع. تقشير بالملح، الوغ مالفين نديروا التقشير بالسكر، هذه الخطرة نديروه بالملح. تحكموا ملعقة كبيرة تاع الملح الرقيق، وتحكموا زوج ملعقات تاع زيت الزيتون، وتقوموا بالتقشير وتغسلوا وجهكم. ولا ديروا تقشير آخر قبل هذه القناعين، ديروا زوج مغارف كبار تاع تلوى تاع القهوة مع زوج مغارف كبار تاع زيت نباتية. وزيت نباتية اللي عندكم في الدار، تقدروا ديروا زيت زيتون ولا زيت أرغان ولا أي زيت نباتية، وتقدروا ديروا تزيدوا معها ملعقة كبيرة واحدة تاع عسل، وديروا التقشير تاعكم وتغسلوا. هكا تكونوا نظفتوا البشرة تاعكم وتكون واجدة باش ديروا القناعين. ألوغ القناع الأول تاع العسل، ألوغ تحكموا ملعقة كبيرة تاع عسل هكذايا، تحكموا ملعقة صغيرة تاع زيت اللوز، تحكموا الوغ صفار البيض يكون مغلي تحطوه لداخل هكذا، وتحكموا ملعقة كبيرة تاع ماء ورد وتخلطوها هكذايا حتى تولي على شكل كريمة. تخلطوها مليح وديروها، تقعدوا بها 25 دقيقة وتغسلوها. وإذا كما هاد الأيامات طاحت على الشتاء بزاف، تقدروا ديروا إناء وتعمروا ماء المطر وتغسلوا به، لاخاطش الماء المطر مليح بزاف يغذي البشرة ويرطبها. نجوزوا للقناع الثاني، القناع الثاني هو بالليمون. تحكموا ملعقة كبيرة تاع عصير الليمون، ملعقة كبيرة تاع الحليب، ديروا ملعقة تاني كبيرة تاع الذرة البيضاء، ديروا تاني ملعقة كبيرة تاع الأبيض بياض البيض، وديروا ملعقة كبيرة تاع الماء المؤكسد دي فوليوم، لوكسيجيني دي فوليوم اللي تلقاوه عند لي فارماسي. تخلطوهم مليح، هذا كي ديروه في الوجه تاعكم لازم تسناو حتى ينشف تماما، لازم يولي ناشف، ما عندوش وقت، عنده وقت لازم يكون يولي ناشف. هذاك التما تقدري تغسليه. الماء الخليط بين الماء الاكسجيني والخليط مع الليمون هو اللي حيمد لك هذيك النضاره وهذا الاشراق. هاد القناعين فعالين بزاف باش تشوفي بلي لابو تاعك ولو تان تاعك يتبدل ويتنحالوا هذيك لو تان هذاك غريزادغ وهذيك البشره الباهته هذيك كامل تروح. ما تنساوش كما قلت لكم قبل كل قناع لازم تكون البشره نقيه وتكونوا درتوا لها تقشير.